هات كاش مش ببلاش خد كده بنعوم عليكم في فلوسنا. بس ده مساحته صغيرة قوي. ده اللي موجود بالسعر اللي معاكي. لو عايز هديك 2.5 مليون ونحاول عقد الإيجار لملكية. حاجة أكبر من كده ممكن تخرجي برا الزمالك بقى. لا يا أخويا أنا عايزة في الزمالك. أنا زي ابنك يا أنكل عزت، لو منك هاخد 3.5. حضرتك معاكي 60 مليون؟ معيش 60 مليون، بس ممكن يبقى معايا 4.5 مليون. مبروك عليك. سامح ما جاش بقاله اسبوع. والله الفلوس تحضر هاتلي من الاخضر، الفلوس تكتر دلعوني اكتر عالكل انسى في فلوس في بنوك. هات كاش مش ببلاش خد كده بنعوم عليكم في فلوسنا. ضيعنا كتير ولا همنا من فيكم هنا كده قدنا. مليونير مليونير بكره هبقى مليونير، مليونير مليونير بكره هبقى مليونير. انتي ثاني عم سامح رجع ولا لسه؟ نار في 60 دهب.